بخفة ظله وأسلوبه الكوميدي نجح في أن يحظى بحب الجماهير، استطاع أن يدخل إلى عالم الفن ويترك بصمة في كل عمل شارك فيه بطريقته المميزة. إنه الفنان المصري الشاب محمد سلام الشهير بشخصية هجرس في مسلسل الكبير أوي، عرفه الجمهور من خلال أدواره الكوميدية التي جعلته من أشهر النجوم الصاعدين في مصر والوطن العربي. بدأ حياته الفنية من خشبة المسرح ودرس وتعلم وشارك في أدوار صغيرة حتى وصل إلى مرحلة من النضج الفني والتي جعلته مؤهلاً للمشاركة في أدوار رئيسية. محمد سلام هو ممثل كوميدي مصري، ولد في يوم 15 ديسمبر سنة 1983 في محافظة القاهرة. تخرج من كلية التجارة في جامعة القاهرة، وهو متزوج من فتاة من خارج الوسط الفني ولديه ابنة واحدة. يعتبر الفنان محمد سلام واحد من أشهر نجوم الفن الشباب الصاعدين، حيث استطاع بموهبته وخفة ظله أن يحظى بحب الجماهير. كان موهوبا منذ صغره، إلا أنه فضل التركيز على الدراسة حتى جاءته الفرصة بعد تخرجه من كلية التجارة، فبدأ حياته من على خشبة المسرح بالجامعة. بدأ الفنان المصري محمد سلام مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث قدم عدد كبير من الأعمال المسرحية وحصل بسببها على لقب أفضل ممثل صاعد. وبعد أن تخرج محمد سلام من كلية التجارة وبعد تجربته في المسرح، قرر الفنان المصري الشاب أن يثقل موهبته بالدراسة، فالتحق بورشة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا. وبعد أن أنهى الورشة حرص على التطبيق، فقام بالتمثيل مع دفعته من مركز الإبداع في مسرحية قهوة سادة كمشروع تخرج الدفعة. ونجح محمد سلام في إثبات موهبته الفطرية ليحصل بفضلها على المشاركة في أدوار عديدة خاصة الكوميدية. في البداية نال أدوار ثانوية صغيرة، ولكنه نجح بفضل خفة ظله في أن يحصل على أدوار رئيسية. وشارك الفنان محمد سلام منذ بداية مشواره الفني الممتد حتى الآن مع عدد كبير من أشهر نجوم الفن، فنجح مع أحمد مكي ويسرى وعادل إمام ودنيا وإيمي سمير غانم ومع سمير غانم. شارك الفنان الشاب محمد سلام منذ دخوله إلى عالم التمثيل في عدد كبير من الأعمال السينمائية التي لاقت ترحيبا كبيرا وساعدت على إبراز موهبته وخفة ظله وجعلته محببا لدى الجمهور. ومن الأفلام السينمائية التي ظهر فيها الفنان المصري محمد سلام كان فيلم الرهينة، وهو أول فيلم شارك فيه بدور صغير عام 2006، ثم توالت بعدها أعماله السينمائية. وشارك أيضا في فيلم طير أنت عام 2009، وفيلم لا تراجع ولا استسلام عام 2010، وفيلم سيما علي بابا عام 2011، فيلم كابتن مصر عام 2015، وفيلم كلب بلدي عام 2016. كما ظهر في فيلم جحيم في الهند عام 2016. أما عام 2017 فقد شهد مشاركة سلام في فيلم آخر ديك في مصر ويتهدي يتعدي، وعندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة. وشارك محمد سلام أيضا في فيلم ليلة هنا وسرور وكدبة بيضة والطيب والشرس واللعوب وفيلم الغسالة وفيلم الفلوس. وبعد دخوله إلى عالم السينما ووضع اسمه بين كوميديانات الفن في مصر والوطن العربي، نجح الفنان المصري محمد سلام في ترك بصمته في عالم التلفزيون. ومن أشهر وأنجح الأدوار التي جسدها محمد سلام كانت شخصية هجرس في مسلسل الكبير أوي بكل أجزائه، مما جعله يتربع على عرش قلوب الجماهير. وشارك محمد سلام أيضا في مسلسل الجماعة وابن النظام، شربات لوز، نيران صديقة، نكتب لو قلنا ما بنحبش، هبة رجل الغراب، لهفة، حق ميت، نيلي وشريهان، كابتن أنوش، في اللالا لاند، خفة يد، أبو عمر المصري، ربع رومي، وبدل الحدوتة ثلاثة، واللعبة. نجح الفنان محمد سلام في تأدية شخصية هجرس في مسلسل الكبير أوي برفقة الفنان المصري أحمد مكي بطريقة احترافية كبيرة،
حيث تمكن من خلال هذا الدور من وضع اسمه بين عمالقة أشهر الكوميديانات في تاريخ الفن المصري والعربي. أحبه الجمهور في هذا الدور حيث يعتبر من أشهر أدواره، فقد حاز على إعجاب الكثيرين، ورغم انتهاء المسلسل إلا أن دور سلام ما زال يتحدث عنه الجمهور لشدة تميزه ولعبه باحترافية عن باقي أدواره.